بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل، منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية من هنا من هذا الموقع، تحفة ميادين السباقات، ميدان المرموم للهجن العربية الأصيلة في صباح هذا اليوم، صباح الكؤوس ومنافسات كأس الكؤوس التي أعلن انطلاقها في هذه اللحظات. باسمه وعلى بركته يعلن انطلاق أول أشواط هذا اليوم الذي تخصص لسن ثنايا لأصحاب السمو والشيوخ. باسمه وعلى البركة دائما نبدأ. ومع البداية هنا مشاهدينا متابعينا الكرام، الترحيب بتشريف وحضور سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي الذي يتابع هذه الانطلاقة ومتابعة هذه الأشواط القوية. الترحيب أيضا بالحضور الكبير ولقطب هذه الرياضة العربية الأصيلة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والترحيب أيضا بسمو شيخ المر بن مكتوم المكتوم المتابع الدائم لانطلاقات هذه الرياضة العربية الأصيلة، وترحيبا أيضا بسمو شيخ خليفة بن سيف بن محمد النهيان المتابع لهذه الانطلاقات. على البركة أيضا مشاهدينا الكرام، ينطلق كأس الكؤوس مطمع النفوس ومحير الرؤوس الذي يعلن انطلاق هذا الشوط بمشاركة نخبة مميزة من هذه اللجنة العربية الأصيلة. ودعونا نسير أيضا بأسماء المشاركين في هذا الشوط والمحددة بهذا الأداء الجميل. الظبي لهجن الرئاسة، أسفاير لسمو شيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، نجوى لهجن العاصفة، الظبي لسمو شيخ خليفة بن محمد الثاني، نجود لهجن العاصفة، النويعس لسمو شيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، شيمه لهجن العاصفة، وأسياد لسمو شيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. إذا هناك ثمانية أسماء شاركت في هذا الشوط وأعلنت تحدي هذا الشوط الأول في كأس الكؤوس الخاص بالأبكار المفتوح. البداية ونسير ببداية هذا الشوط، نتابع المراكز الأولى، نتابع التحديات الأولى. هناك نجوى على المركز الأول لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن حمد بن غدير هو المنطلق من نجوى من بداية هذا الشوط. هناك على المركز الثاني وتحدي مع نجود اللي على المركز الثاني لهجن العاصفة وأيضا حمد بن راشد بن حمد بن غدير انضم لها. هنا على المركز الثالث، هذه هي الظبي في المركز الثالث لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني وسعيد بن راشد الزعبي في التضمير. وعلى المركز الرابع النويعس على رابع المراكز لسمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وناصر بن مسفر الشهواني في التضمير. وهنا على المركز الخامس، هذه هي الظبي لهجن الرئاسة وسعيد بن شطيط الوهيبي متابع لهذا الانطلاق وهذا التواصل. خمسة مراكز إذن مشاهدينا متابعينا الكرام مع أول انطلاقات هذا الكأس، كأس الكؤوس الذي وضع للثنايا ونهاية الكؤوس في هذا اليوم ما شاء الله. إذن المرشحين على موعد، على موعد مع هذه النتائج ومع ما تبقى من هذا الكيلومتر أو من هذا الشوط. الستة كيلومترات الباقية هي التي تحمل في نهايتها الكأس الغالية، الكأس التي يتنافس عليها كل المتابعين والمراقبين في هذا الميدان ما شاء الله. نجوى هناك تناجي، نجوى تناجي على مقدمة هذا الشوط، تناجي الفوز
والانتصار، وتبحث ايضا عن تسجيل انجاز يسجل في قاموس هذا العالم الجميل، العالم الساحر. نجوى هناك في البداية، وهجن العاصفة دائما تبدأ بنجوى من هذا الشوط، والقيادة هناك بتأثير الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، واثق المضمرين الذي يقف مع نجوى في هذا الاندفاع وفي هذا التواصل. ما شاء الله، ثاني المراكز وتحديات هذا الشوط التي بدأت من هذه الانطلاقة من هذا المكان. هناك النويعس اللي على المركز الثاني ايضا لسمو شيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والمرعب ناصر بن مسفر الشهواني المنطلق والداخل بقوة في هذا الانطلاق. يا سلام، هناك نجود على المركز الثالث لهجن العاصمة، وهناك الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير في هذا الانطلاق. وتأتي هنا مع هذه اللحظة الظبي على رابع المراكز لسمو الشيخ خليفة بن محمد الثاني وسعيد بن راشد الزعبي اللي يقود ايضا هذه الظبي. وهنا على المركز الخامس تتدخل اسياد، اسياد على المركز الخامس لسمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وناصر بن مسفر الشهواني في هذا الانطلاق، في هذا التواصل، في هذا التحدي. الله الله الله، 4 كيلومترات مشاهدينا متابعينا الكرام، منتصف المسافة وعلى آخر 4 كيلومترات تقف هناك المنصة شامخة بكؤوسها تنتظرها الجميع، والكل يريد الفوز بهذا الكاس، كاس الكؤوس. هناك محير الرؤوس ومطمع الناموس أيضا، والكل يبحث عن هذه الرحلة. ما شاء الله، هناك على البداية على المقدمة نجوى اللي تعود على المركز الأول ودائما تبقى على انطلاقة هذا الشوط. هنا خادمة بالدفاع هذا الشوط ما شاء الله، بالانطلاق نجوى لهجن العاصفة، وهناك حمد بن راشد بن حمد بن غدير اللي يتابع هذا التحدي ويتابع هذا المسار ويتابع نجوى نجوى نجوى. يا سلام، هناك على المقدمة وعلى المركز الثاني تعود الظبي، واحدة من المرشحات، واحدة من الضيوف التي يقمن في هذا الشوط بالدور الكبير. هناك الظبي لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني وسعيد بن راشد الزعبي، ودور كبير عليك الزعبي. هنا النويعس على المركز الثالث، يا سلام يا سلام، اسم مرشح اخر، عملاق اخر في هذه الرياضة. هناك لسمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وناصر بن مسفر الشهواني، يا سلام يا المرعب، سلام يا المرعب. هنا نجود على المركز الرابع، على رابع المراكز هناك نجود لهجن العاصفة، وهناك ايضا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. يا سلام 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 سلام، المركز الخامس انطلق مباشرة واتابع خامس المراكز، وهذه اسياد، اسياد يا سلام، مع اسياد الرياضة هنا تنطلق مع هذه اللحظة اسياد لسمو شيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وناصر بن مسفر الشهواني في انطلاقه واندفاع. يا سياد يا سلام، هذه المراكز الخمسة الاولى مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الاصالة، الموعد هناك مع خط النهاية ورحلة 8 كيلومترات التي تبدأ مع هذه الانطلاقة، تبدأ مع التحركات. الكاس الغالية هناك على خط النهاية، والكل ينتظر هذا التنافس، الكل ينتظر هذا الانطلاق، الكل يبدأ هنا مع هذه اللحظات ليعبر الجميع عن هذا الفوز. الكاس المفتوح إلى أين يذهب؟ إلى أين يريد؟ ماذا يريد الكاس هنا في آخر كيلومترين من اندفاع هذا الشوط، من تحديات هذا الانطلاق؟ 8 كيلومترات ما شاء الله عبرت عبرت عبرت، وهنا التحدي الواضح والصدارة. نجوى، نجوى مناجية لهذا الشوط، مناجية لناموس هذا الشوط من البداية. نجوى هناك على المركز الأول لهجن العاصفة، وهناك حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق المعلن لهذا الأداء وهذا الانطلاق وهذا التواصل. يا سلام يا سلام يا سلام، الموقع وين يا جماعة؟ وين 2 كيلو الباقي من خط النهاية؟ من خط النهاية هنا البوابة الأخيرة التي تفتح الباب
تفتح الباب الى ناموس كأس الكوس. يا سلام، البداية نجوى، نجوى على المركز الاول، والتحركات بدأت الان، بدأت الان التحركات، والمسار بدأ الان، والملامح بدأت الان تعلن، تعلن يا سلام، سلام سلام، هذا التحرك، سلام هذا الاداء، سلام هذه اللحظات. نجوى صامدة على المقدمة، نجوى مناجية المركز الاول وانطلاقة المركز الاول والاداء الاول. نجوى لهجن العاصمة، وهناك القيادة للواثق حمد بن راشد بن حمد من غدير، الله 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 الله، نجود على المركز الثاني لايضا لهجن العاصمة، وهناك حمد بن راشد بن حمد من غدير صاحبة الكأس، هنا تأتي، وهناك على المركز الثالث هناك الضمير سمو الشيخ خليفة محمد بن خليفة الثاني، وعلى المركز الرابع تأتي النويعس سمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. ملامح الكأس مع نجوى، ونجوى مع الكأس، والانطلاق يبين، الانطلاق يبين، والنهاية بانت مع هذه اللحظات الجميلة. يا سلام، وين يصير الكأس؟ وين يصير التحدي؟ وين يصير الانطلاقة؟ وين نجوى تناجي؟ اسم دخل على خط، على خط المنافسة من البداية وهي تقود. هذا الشوط آخر 1200 يا جماعة، آخر 1200، 1200 ونجوى، نجوى على المركز الأول ونجود على المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام، الكل يناجي، من ينجو من هذا الشوط؟ من يحدد أيضا جودة هذا الشوط؟ من يعلن انطلاقي هذا الشوط؟ وعلى المقدمة لا تزال نجوى على المركز الأول مع الكيلومتر الأخير. خلاص يا جماعة خلاص، الكاس وين يصير؟ الكاس صار دبي، الكاس صار دبي، الكاس حملته دبي، الكاس حمل هذا الشعار، العاصمة وهي عاصمة، عاصمة الكؤوس، هنا تفوز بالناموس، ما شاء الله تبارك الله. اللحظات الأخيرة صنع في دبي، وهي هو يبقى في دبي أيضا ما شاء الله. هناك على التحدي نجوى ونجود، نجود ونجوى، نجوى ونجود، نجوى ونجود، نجود ونجوى، وسلام سلام يا العاصفة، سلام سلام يا التحدي، سلام سلام يا الكأس الأول، سلام سلام يا كأس الكؤوس كمان. يا سلام، أبارك للمرشحين، أبارك لمن إذن اختار العاصفة وهجنها ليكون هنا في الصراع، ليكون في المقدمة، ليكون على المركز الأول، ليكون التحدي هنا ما بين الشعار وذاته. الله 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 الله، الله يا الواثق، الله يا الواثق، الله يا العاصمة ومالكها. سلام عليك براشد، سلام براشد، سلام سلام براشد، سلام. التحدي ونجوى، نجوى نجوى نجوى، نجود نجوى، نجود نجوى، نجود نجوى، نجود نجوى، نجود نجوى، نجود. الكاس حمداني، الكاس حمداني، الكاس للعاصمة، والعاصمة هي الكاس. نجوى ولا نجود؟ نجوى ولا نجود؟ الهنتين اللي على خط النهاية، الكاس يذهب لمرغب. تحديات نجود تكرر الإنجاز. الكاس 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 الكاس، نجوى الكاس، نجوى نجود، نجوى نجود نجود، الكاس 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 الكاس، نجود. يا سلام على نجود وأداء نجود، ما شاء الله وتبارك الله. نجود ونجوى، نجوى ونجود، على النهاية، على خط النهاية. هنا التهاني أيضا بين القطب الكبير وداعم الأصالة، وهنا مع مالك العاصفة وهجنها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، الذي قدم وهذه النوعية المميزة وقدم هذه التحديات. نجود ونجوى، ناجى بنجوى وجاءت نجود لتجود أيضا بالفوز بهذا الكأس وتحدد هذا التحدي، هذا التواصل. ما شاء الله، اسعدوا يا مرشحين، اسعدوا يا مرشحين، النقطة الأولى في الترشيح وياكم وصالحكم وصل. يا سلام يا سلام، تحية لهذا الرياضي الشامل، تحية لهذا القائد هذه الأصالة، وقائد ثورة الأصايل هنا في هذا المكان، في هذه المنطقة هنا، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ولي عهد دبي بالفعل، مالك العاصفة ومحدد انطلاقات الكؤوس، ما شاء الله وتبارك الله. التحية هنا تعيشها هذه اللحظات الجميلة في هذا الموقع، في هذا الميدان، بتحية الجميع أيضا لمالك، وأيضا لمن رشح، ولمن كان أيضا بهذا التحدي. هذه هي الكأس الغالية التي تنتظر 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 نجود مع هذا الشوط، مع هذا اليوم،
مع هذه الانطلاقة وكأسا ثانية على التوالي بعد كأس كانت في الموسم الماضي. تأتي هذه الكأس الثانية للتسجيل، إنجاز آخر، وإذا يمتع مشاهدينا الكرام نجود وهي تجود بهذا الشوط. ما شاء الله الشوط ذهبي ونجوى ناجت البداية، اللحظات الأخيرة مشاهدينا الأعزاء، الصراع بين الشعاري وذاته هنا لتحديد من في المركز الأول. ونجود مع اللحظة الأخيرة، مع التحديات الأخيرة، نجود وبفارق بسيط هي أيضا تحدد أن الكأس نجود وأن الكأس حمداني وأن الشعار شعار العاصفة هو المالك لهذه الانطلاقة. 12 دقيقة 32 ثانية وسبعا من الأجزاء من الثانية، ما شاء الله. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا والناموس لمالك العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب، وايضا نجود التي جاءت بكاسين الاذاع وايضا الثنايا لتسجل هذا الانجاز. هنا ايضا الحضور وراعي نجود يتابع نجود. نجوى على المركز الثاني 12 دقيقه 32 ثانيه، ثمان من الاجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الاداء ايضا للعاصفه ومالكه، وتهانينا لواثق المضمرين حمد بن راشد بن حمد بن غدير على هذا الاداء. نجود اذا لهجن العاصفه هي مالكه الكاس، هي صاحبه الكاس، هي صاحبه اول كؤوس هذا الصباح الجميل والمثير. ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثالث كان ايضا من تحدي وكان من صراع، وجاءت هناك الظبي ايضا في المركز الثالث من شيخ خليفه بن محمد بن خليفه الثاني وسعيد بن راشد.